اهلا اهلا روزيتا، اهلا يا ولاد. هي ايه الحكايه يا امبراطور؟ انا اول ما وصلني التيلكس ركبت الطياره وجيت على طول. دلوقتي هتعرفوا كل حاجه. انا جمعتكم من كل حته في العالم لان في عمليه مهمه جدا ولازم ننفذها بسرعه. عمليه ايه؟ ايه روزيتا، دي اول مره تشتغل مع البيرتو ولا ايه؟ لا طبعا اشتغلنا مع بعض كتير، لكن ايه هي العمليه وفين؟ ابدا، شويه اثار هنلملمهم من الصحراء في مصر ونرجع على طول. اثار؟ هايل هايل يا امبراطور، انا وحشني الشغل معاك قوي. نيكولاس وصل مستنيك في المكتب. اوكي انا جاي يا حنان.